السلام عليكم. النهارده ان شاء الله واحد من المواضيع المهمه جدا والتوبيك الاكثر اهميه في الاويل اند جاز اندستري في الايام اللي احنا فيها، موضوع من مواضيع الساعه، وهو الجاز ليكويد لودنج، جاز وريفايفل، جاز ويل دي ليكويفاكشن، انلودنج اوبريشن. جاز ويل ليكويد لودنج ويز ديفرنت ميثود، كلها مسميات لنفس الحاجه اللي شغل الناس النهارده او شغل البتروليوم انجينيرز، هاو تو ريفايف كيلد اور اديد جاز ويل. فان شاء الله احنا النهارده هنتكلم في الموضوع بشكل هندسي كبير، هنحاول ان احنا نشرح الموضوع بتفاصيل اكتر. How to use the basic hand calculation to measure or to postpone the unloading phenomena in gas well. النهارده انا هعلمك ازاي ان انت تستخدم هاند كالكوليشن بسيطه عشان ان انت تحدد ايه انسب انتاج من البير، ايه افضل انتاج ممكن ان انا اخده من البير. فخلينا نتكلم عن ظاهره الليكويد لودنج في الجازول. الليكويد لودنج ظاهره بتحصل مينلي في جازول، غالبا بيكون جاز مع كوندنسيت او جاز مع ووتر، وده ما فيش بير عندنا، ما فيش بير غاز طبيعي اسمه دراي جاز اونلي. مستحيل تلاقي بير ما بينتجش اويل او ليكويد في الكونديشن الطبيعيه بتاعته. فدايما عندنا ابار الغاز يا شباب دايما هنلاقي معاها ليكويد. الليكويد ده ممكن يكون ووتر، ممكن يكون كوندنسيت، المهم ان في النهايه انا عندي فلويد هيطلع من البير. للاسف الشديد لو الليكويد ده ما عملتلوش مانجمنت كويس وما اخترتش الانجينيرنج كونسبت اللي انت هتعمل بيه عمليه الانتاج بتاعك، فانت كده بتدخل في مرحله بنسميها ليكويد لودنج او بتقتل البير بتاعك بايدك. هنتكلم ان شاء الله النهارده في خمس مواضيع اساسيه، بدايتهم هو الريزرفوار بيرفورمانس. هنفهم اصلا المصدر بتاع الريزرفوار بريشر ده جاي منين، فين السورس الاساسي للاويل اند جاز. فهنتكلم في الريزرفوار بيرفورمانس، هنتكلم بقى في ايه الاوريان اصلا او الاوريجن بتاع الليكويد لودنج ده جاي منين اصلا. هنتكلم كمان في السيمتومز او الاعراض اللي احنا هنشوفها، وبالتالي اقدر اقول ان الفيلا ليكويد لودد ولا لا. بعد كده هنتكلم في حاجه اسمها التيرنر ايكويشن، وهي دي هي دي يعني التارجت بتاع البرزنتيشن بتاعتنا النهارده، ان انا اقول لك ازاي اصلا اتفادى ان الليكويد لودنج يحصل، وان حصل ليكويد لودنج هاو تو ريفايف يور ويل فروم ذا ليكويد لودنج، ايه هو الكريتيكال ريت وايه هي الكريتيكال فيلوسيتي. بشكل مبسط جدا جدا هتخلي لك الموضوع سهل جدا ان شاء الله، وهتقدر تاخد قرار بيزد على ارقام كمهندس. يعني انا محتاج ان انت تقول لي حضرتك هعمل ريفايف للبير، بس محتاج فيلوسيتي بتاعت الفلو قد ايه والريت قد ايه. بعد كده هنتكلم في الميجور دي ليكويفاكشن او ريفايفل او الانلودنج ميثود الطبيعيه بتاعت اي بير حصل له ليكويد لودنج، ازاي ان انت تدي له الحقنه اللي هتخليه يتعافى من فكره الليكويد لودنج. طيب اول كونسبت ان شاء الله او اول كونسيرن لينا في السيشن بتاعتنا هو ريزرفوار بيرفورمانس. ريزرفوار بيرفورمانس ببساطه جدا عندنا حاجه اسمها البرودكشن سيستم، او اي كتاب هتفتحه فيه الناتشرال جاز برودكشن او البتروليوم انجينيرنج برودكشن هتلاقيه مينلي بيتكلم في البرودكشن سيستم. البرودكشن سيستم بدايه القلب النابض في عمليه الانتاج بتاعتنا، وهو الريزرفوار بريشر. عندي ساند فيس، عندي بيزون، عندي فورميشن بتحتوي اويل اند جاز فيها ضغط عالي بنسميه البي ريزرفوار. البي ريزرفوار ده مع البي دبليو اف فلوينج البوتوم هول فلوينج بريشر بالظبط. النودي الاناليسيس ده يعني خلينا نقول ان هو تفصيله شويه من البرودكشن سيستم، او بيشرح يعني ايه برودكشن سيستم، لكن البرودكشن سيستم ده هو توزيع الضغوط الموجوده في البير بتاعي. في ضغط اسمه البي ريزرفوار، في ضغط اللي هو ضغط البير او البير بتاعك بقى اللي هو اللي بنسميه البوتوم هول فلوينج بريشر، وبعد كده عندي فيه ضغط جوه التيوبنج وضغط على السيرفس وضغط في السيبريتور. كل دي بالنسبه لنا ضغوط المفروض ان احنا هنتعامل معاها، وهنشوف ايه هو المصدر بتاع البريشر لوسز اللي موجود عندنا في البير. طيب يبقى بدايه من البي ريزرفوار برودكشن سيستم بتاعنا بيبدا من البي ريزرفوار وهيوصل لحد الاند كونسيومر او للبروسيس بلانت اللي هتعمل تريتمنت للناتشرال جاز وللاويل ده. طيب زي ما احنا شايفين بداية انا عندي اكبر بريشر موجود في الخزان هو البي ريزرفوار او ريزرفوار بريشر، زي ما احنا شايفين كده هو ده اقصى ضغط موجود جوه الساند فيس او جوه الفورميشن بنسميها البي ريزرفوار. الاويل اند جاز اللي بيحاول يتحرك جوه المسافات البينيه الموجوده ما بين حبيبات الساند او ما بين حبيبات الشيل او ما بين حبيبات اللايمستون وبعضها بيبدا ان هو يتحرك بور اند بيرمابل فورميشن عشان ان هو يمشي المسافه دي كلها ويكمل الرحله بتاعته عشان يوصل لحد البيرفوريشن.
لا الحركه بتاعته بيحصل فيه دلتا بي عاليه جدا في الموضوع ده. الدلتا بي دي بنسميها الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب، العلاقه ما بين البريشر هنا في الريزرفوار والعلاقه ما بين البريشر جوه الويل بور، هو ده الانفلو بيرفورمانس. عشان كده كلمه انفلو جايه من الساند فيس، او هو الدلتا بي اللي بتحصل جوه الفورميشن، وبنسميها ساعات يا شباب الدرو داون. فطبيعي ان انا طول ما انا عندي فيه بريشر عالي هنا بيبدا ان هو يزق الفلو ده او يعمله بوشنج عشان هو يوصل للبي دبليو اف او للبوتوم هول فلوينج بريشر، عشان بعدين هنبدا سكه جديده الاويل اند جاز كده، او القطره بتاعت الاويل اند جاز مش بس وصلت لهنا، احنا مشينا في الساند فيس حصل لنا دروب تقريبا من هنا لهنا، هذا اول دروب حصل لنا. الدروب الثاني بقى وهو من ضمن اكبر يعني تقريبا 70% من البريشر دروب بقى هيحصل فين؟ هيحصل في التيوبنج. ليه هيحصل في التيوبنج يا شباب؟ لان ببساطه جدا حضرتك لو عندك قطره اويل او قطره جاز، فالطبيعي ان دايما اي فلو عندنا بيحاول ان هو يمشي مع اتجاه الجاذبيه الارضيه، لكن النهارده حضرتك طالب من قطره الاويل دي انها تطلع لي جوه التيوبنج على عكس الجاذبيه الارضيه، وتطلع جوه التيوبنج جوه فريكشن وجوه اكسلريشن وجوه سطح غير املس، وممكن يكون تيوبنج كمان قطره كبير، وممكن يكون تيوبنج فيه سكيل وفيه بارافين وفيه يعني حاجه عامله ريستريكشن للفلو ده. فحضرتك المفروض ان احنا وصلنا للسيرفيس بالسلامه، بس انت فقدت رقم كبير جدا 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 من الفلو ده، حوالي 70% من البريشر لوسز حصل هنا كده. حضرتك عملت دلتا بي كبيره جدا، يعني شوف ده اول دلتا بي اللي هي الدرو داون او الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب اللي حصل جوه الساند فيس. بعد كده كمان في دلتا بي كبيره جدا حصلت جوه التيوبنج، تقريبا دي دلتا بي 2. واخيرا بقى عشان حضرتك تحرك الفلو ده من الويل هيد وتوصله لحد البرودكشن اريا او البرودكشن فاسيليتي او الجاز بروسيس بلانت، فحضرتك هتعمل دلتا بي جديده اثناء الفلو جوه البايب لاين. دايما انتاجنا بيكون من خلال التيوبنج، قليل جدا لو حصل حالات معينه جدا بننتج من خلال الانيولاس، لكن في الطبيعي ان انتاجنا بيتم من خلال التيوبنج. خليني اقول لك ببساطه جدا بالارقام، لو انا عندي الريزرفوار بريشر ده 3000 بي اس اي، عشان ان الفلو ده يمشي جوه الساند فيس ويوصل للبي دبليو اف ممكن يبقى حوالي بقى 1900 بي اس اي. ال 1900 بي اس اي دول عشان ان هم يتغلبوا على الاكسلريشن والجرافيتي والمشاكل اللي هتحصل في التيوبنج، فهنوصل السيرفيس بحوالي 900 بي اس اي. 900 بي اس اي دول هيمشوا جوه الفلو لاين عشان يوصلوا للاند بروسيس بلاند، فهيوصلوا ب 600 بي اس اي. فحضرتك تقريبا انا فقدت اكتر من 50% من البريشر بتاعي جوه التيوبنج. طيب فبالتالي هو ده بنقول عليه البريشر ديستريبيوشن في الريزرفوار بتاعي. طيب ستاند فيس، ستاند فيس انا اقصد بيها يا شباب كلمه فيس، فيس نوت فيس، ستاند فيس هي الفورميشن اللي فيها الاويل اند جاز، هو الريزرفوار. ريزرفوار لوك هي البرودكشن زون، هي يعني اسامي كتيره جدا، هي البي زون، هي التفاصيل كتيره جدا. طيب زي ما قلت لك انا عندي حوالي 75% من الفلوينج بريشر لوسز بيحصل جوه التيوبنج. طيب كل ما حضرتك هتقلل اللوسز اللي جوه التيوبنج دي انت هتكسب بريشر، والبريشر ده هو ده الدرايفنج فورس اللي هيخليك البير بتاعك يعيش سنه واثنين وعشرة. فوانس ان انت حافظت على البريشر اللي موجود في البير ده، قللت البريشر لوسز بتاعك، فانت كده بتحافظ على البير بتاعك ان هو يستمر في الانتاج لفترات اطول. طيب دايما كمان ما تنساش ان انا عندي الانتاج بتاعي ممكن يكون من فيرتيكال ويل ومن هوريزونتال ويل، او حتى اس شيب ويل او ديفييتد او التراجكتوري، او شكل البير بيأثر تأثير كبير جدا في عملية الإنتاج بتاعي، وفي نفس الوقت البريشر لوسز اللي هيحصل. أقل بريشر لوسز هاخده من البير الفيرتيكال، أكتر بريشر لوسز هاخده من الهوريزونتال، لأن ببساطة جدا الفلو هيمشي كده، وبعد ما يمشي كده يبدأ إن هو يطلع لفوق. فأنت حضرتك أنا بعرف الموضوع ده إزاي يا شباب؟ أي بير المفروض إن أنا وانس إن أنا حفرت البير ببدأ إن أنا أعمل البرودكشن تيست، والبرودكشن تيست ده بقدر منه إن أنا أعمل علاقة اسمها الأي بي آر، اللي هي اسمها الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب، ودي علاقه بقدر ان انا ارسمها من بعض التستات اللي بعملها، او من الميموري جيج اللي بنزله، او من البريشر سيرفي اللي بتعمل.
وابدا ان انا كونستراكت التشارت ده. وفي برامج كتيره جدا زي التروسبل والامبال وبعض السوفت ويرز الخاصه بالبرودكشن انجينيرنج، اللي منها اقدر ان انا ارسم الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. اللي في الاول هنا هتلاقيه بيتكلم عن الريزرفوار بريشر اللي مستحيل حضرتك ان انت تنتج عنده، وبعد كده ده حاجه اسمها الابسوليوت اوبن فلو، والطبيعي ان انت كان الانتاج بتاعك يمشي ستريت لاين كده. ومعنى الكلام ده ان انا عند بريشر معين اقدر ان انا اروح للكيرف ده واشوف كميه الفلو اللي انا اقدر اخدها. يعني مثلا لو انا عندي البي دبليو اف بتاعتي 1000 بي اس اي، فانا كده عملت درو داون مقداره وات ايفر هو قد ايه، لكن في النهايه البي دبليو اف بتاعتي هي عباره عن 1000 بي اس اي، وبالتالي اقدر ان انا اخد من البيل ده 700 بارل بير داي، او خلينا نقول 5 مليون اسقف بير داي. طيب لو حضرتك حبيت تنتج اكتر، فانت هتوصل مثلا عند النقطه دي عشان ان انت تاخد انتاج اكبر، وليكن مثلا 1000 برميل بير داي، او مكافئ مثلا وليكن 10 مليون اسقف. البير مش هيقول لك لا، لكن حضرتك فقدت ضغط اكبر، بدا الانتاج بتاعك بدل ما هو عند 1000، لا انت كده الانتاج بتاعك هتنزل ضغط البير بتاعك لحوالي 500 بي اس اي. فاتس اب تو يو، يعني هنبدا ان احنا بقى نعمل كومباريزون ما بين هل انا محتاج انتاج اكبر، ولا محتاج ان انا احافظ على البير بتاعي ان هو يعيش لفتره اطول. وعشان ان انا كونستراكت الريزرفوار بيرفورمانس او الاي بي ار ده، بيبقى فيه معادله كبيره جدا اسمها الدارسي ايكويشن او الفلو ايكويشن المفروض ان انا بعملها، وطبعا حاجه كومبليكيتد جدا، لكن اهم حاجه فيها حضرتك زي ما انت شايف فيها البرمابيليتي، فيها السكنس بتاع الخزان بتاعك، فيها البي ار ناقص البي دبليو اف، ده بنسميه درو داون، او الريزرفوار بريشر ناقص البي دبليو اف، هو ده الدلتا بي اللي انت حطها جوه الساند فيس، والفيسكوسيتي بتاعت الليكويد اللي انت بتنتجه، والفورميشن فوليوم فاكتور، والريزرفوار درينج اريا، والويل بول سايز قد ايه. المهم في النهايه ان انت حضرتك هتحسب الاوبتيمم فلو اللي انت تقدر تنتجه من البير، وهو ده المطلوب. العلاقه دي اقدر ان انا اقول له انا كده اقدر ان انا اخد كام برميل بالبي اس اي تقريبا، يعني اقدر اعمل درو داون قد ايه من البير ده. طيب التيوبنج زي ما اتفقنا هو اسوأ حاجه في البير بتعمل دلتا بي. خدنا دلتا بي الاول كانت موجوده عندنا من هو الساند فيس، لكن دي مش هقدر اتحكم فيها كتير الا لو انا عملت ستيميوليشن للبير او تحفيز لعمليه الانتاج. لكن اللي اقدر اتحكم فيه هو حضرتك ككومبليشن انجينير كنت مسؤول عن انك تختار التيوبنج سايز اللي انت استخدمته في عمليه الكومبليشن بتاعك. فوانس ان انت اخترت كومبليشن، الكومبليشن بتاعك ده ممكن يكون اسوأ حاجه انت عملتها، وهي ان انت بتدمر البير ده لو انت اخترت كومبليشن بسايز او تيوبنج بسايز مش طبيعي. يعني حضرتك بسهوله جدا ممكن تكون طماع حبتين وعاوز ان انت تنتج من تيوبنج 4.5 انش عشان تنتج منه 10 مليون بير داي. اوكي برضه البير هينتج زي الفل، لكن البير لو كان هيعيش 10 سنين البير هيعيش 3 سنين بس. طيب لو حضرتك اخترت تيوبنج 3.5 فهتنتج منه حوالي 6 مليون، لكن البير بتاعك دي ارقام رافلي طبعا، لكن البير بتاعك هينتج لمده 5 سنين. فهنبدا ان احنا نعمل اوبتمايزيشن لفكره التيوبنج سايز وتاثيره على عمليه الانتاج. الجرافيتي طبعا زي ما قلت لك ان انا عندي قطره الاويل دي مطلوب منها انها تطلع لي في عكس اتجاه الجاذبيه. الجاز ليكويد ريشيو كل ما كان كميه الغاز كتيره كميه الليكويد قليله فالبيت بتاعك هيعيش لفتره اطول. الووتر اويل ريشيو الفرق ما بين الاويل والووتر، طبعا الاويل اخف فبرضه انتاجه هيكون احسن، الووتر اتقل فانتاجه هيكون اصعب شويه. السليبج، السليبج ده هو الفرق في السرعه ما بين لو انت عندك قطرتين كده، قطره اويل وقطره جاز، والاثنين طالعين عكس اتجاه الجاذبيه. الطبيعي ان الغاز عشان اخف بكتير، يعني خلينا نقول 70 كيلو جرام للمتر المكعب منه، ده الكثافه بتاعته، لكن الاويل ده حوالي 600 ل 800 كيلو جرام لكل متر مكعب، فطبعا الموضوع هيبقى صعب جدا، او حضرتك هيبقى مطلوب منك ان انت تنتج الفلو بتاعك هيبقى عكس الجاذبيه، فهتلاقي الجاز بيطلع يجري فبيعمل سليبج او عارف بيزحلق الاويل، الاويل يقع لتحت والجاز يطلع لفوق، فدي كلها مشاكل بتحصل عندنا. خلينا ندرس ظاهره الليكويد لودنج. انا محتاج ان انا اعرف حاجه اسمها الفلو ريجيم او المالتي فيس فلو. حاجه بيواجهها البتروليوم انجينير دايما هي ان هو يتعامل مع اكتر من فلو جوه البايب لاين. يعني انا عندي لو بايب لاين ماشي فيها غاز بس، جاز بايب لاين، فوالله كل حاجه في حياتنا سهله في الحته دي.
لو انا البايب بتاعتي فيها اويل بس فبرضه الدنيا سهله، احنا ما زلنا ان سنجل فيز. لكن لو بتتعامل مع بايب لاين فيها جاز ووتر كوندنسيت وسوليدز، حضرتك في الوقت ده للاسف بتتعامل مع مالتي فيز فلو. كلمه مالتي فيز فلو ده للاسف الشديد معناها ان انت بتتعامل مع اكتر من ريجيم، وبالتالي هيحصل لك هينتج مشاكل. على سبيل المثال جاز مع ووتر في وجود هاي بريشر ولو تمبريتشر هيعمل لي ظاهره اسمها او هيعمل لي مشاكل بنسميها الفلو اشورنس بروبلم. فلو اشورنس بروبلم، وبالتالي هتلاقي مثلا زي ما قلت لك جاز مع ووتر ممكن ان هو يعمل لي هايدريت، عندي سوليدز موجوده ممكن تعمل لي سكيل، عندي ووتر لوحده هيعمل لي نوع تاني من السكيل، وهكذا هتبدا تظهر عندك مشاكل كتيره جدا بنقول عليها الفلو اشورنس بروبلم او ترابل شوتنج، وبالتالي هتبدا تظهر مشاكل. طيب ده احنا كنا عمالين بنتكلم دلوقتي كمان كل ده في هوريزونتال بايب لاين، ماسوره ماشيه على الارض وحضرتك شايفها وتقدر انت تتعامل معاها. لكن احنا عندنا مشكله اكبر دلوقتي وهي ان احنا بنتعامل مع فيرتيكال والبير الفلو اللي طالع منه، طالع منه اويل ووتر وكوندنسيت وساند وسكيل كل ده المفروض ان هو يمشي جوه التيوبنج عشان يطلع لي على السيرفيس، فبيحصل فيه فلو ريجيم تشينج. الفلو ريجيم تشينج ده بيتاثر جدا بالتيوبنج سايز اللي حضرتك عملته. يعني حضرتك الاول احنا ممكن لو استخدمنا تيوبنج قطره 1 بوصه احنا كده اوت اوف اور رينج خالص، ده تيوبنج مستحيل ان احنا نقدر نستخدمه في الكيس الاولانيه دي. وانس ان انا كونستراكتد لي الاي بي ار وبدات ان انا اشوف عندي حاجتين، ده الاي بي ار او الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب اللي انا رسمته من الويل تيست او من البريشر سيرفي او رسمته بالسوفت ويرز الخاصه بعمليه البرودكشن انجينيرنج، ببدا ان انا ارسم كمان علاقه خاصه بالفي ال بي او الفيرتيكال ليفت بيرفورمانس. يبقى انا عندي الخطوط دي بتمثل لي الفيرتيكال ليفت بيرفورمانس في ال بي في ال بي في ال بي وهكذا، وعندي الخطوط الصغيره الثانيه اللي هي باللون البنفسجي دي بالنسبه لي هي الاي بي ار. المفروض ان نقط التقاطع بتاعتهم هي دي انسب نقط المفروض ان انا انتج عندها. يعني لو بستخدم تيوبنج 2 و3 تتمان فالمفروض ان النقطه بتاعه تقاطع الفي ال بي الخاص بالتيوبنج ال 2 و3 تتمان مع الاي بي ار الخاص بالبيل ده هو ده اللي يديني انسب كميه انتاج، يعني انسب او افضل انتاج مع افضل بريشر دروب او درو داون وهكذا. المفروض ان انا وانس ان انا عرفت الحته دي فانا دلوقتي اقدر ان انا انتج من البيل. طيب البيل طول ما احنا البي دبليو اف اكتر من البي سيرفيس فحضرتك دلوقتي البيل بتاعك ينتج بسهوله جدا، طول ما الضغط اللي تحت ده اعلى فالفلو دايما بيمشي من اتجاه الضغط العالي للضغط القليل. فونس ان البي دبليو اف بتاعتك دي كبيره والبي سيرفيس قليله فبالتالي اتجاه الفلو دايما هيكون لفوق، فبالتالي البيل بتاعك هيبقى لايف ويل والبيل شغاله زي الفل. امتى البيل هيموت؟ لما البيل يبقى البي هيدروستاتيك اعلى من البي فورميشن، كاننا بنحفر اوفر بالانس، فالبيل بتاعنا هيكون في الوقت ده ديد. امتى الموضوع ده بيحصل؟ طول ما انا في عندي غاز فما فيش هيدروستاتيك بريشر والبيل بينتج زي الفل. لكن وانس ان بدا يبقى في ليكويد يترسب جوه التيوبنج فحضرتك بدات ان انت تقفل البيل وانت مش واخد بالك، او بدات ان انت تنتج عند ريت اقل من الريت الطبيعي اللي المفروض ننتج عنه، وبالتالي البيل بتاعنا بيكون داخل في في سايكل ان هو يعمل ليكويد لودنج. وبالتالي هبدا ان انا احتاج ان انا احط ارتفيشال ليفت او استخدم وسيله رفع صناعيه عشان ان انا اقلل السيرفيس بريشر او اقلل الليكويد ليفل اللي موجود جوه التيوبنج. المهم ان انا في النهايه اخلي البي دبليو اف تتغلب على كل القوى اللي فوقها دي عشان ان انا اعمل بالانس للقوى الموجوده جوه البي. زي ما اتفقنا انا في النهايه ببدا ان انا اعمل علاقه ما بين حاجتين مع بعض واربطهم كويس جدا ما بين الاي بي ار. اتفقنا ان احنا عملناه من او عملنا له كونستراكشن من الفلو اللي ماشي جوه البير، وهعمل علاقه ما بين الاوت البي ال بي او الفيرتيكال ليفت بيرفورمانس، ساعات بنسميه تيوبنج ليفت بيرفورمانس، وابدا ان انا اعمل العلاقه دي ما بينهم واقطع الخطين مع بعض. وتقاطع الخطين ده هو ده الاوبتيمم برودكشن ريت اللي هيديني افضل كيو وافضل بريشر للبير ده، والبير هيفضل عايش لفتره افضل. طيب البير هيموت امتى؟ هيموت لما حضرتك
الفي ال بي ده لما ارسمه الاقيه ما بيقطعش الاي بي ار، كده الفي بالنسبه لي ديد ويند. طيب امتى الانتاج بتاعي هيبقى تمام جدا؟ شوف كده حضرتك، مهما تقطع الخط ده في اي نقطه او تستخدم اي تيوبنج سايز وتلاقيه بيقطع، حضرتك تقدر انت تنتج منه بكل سهوله ومن غير اي مشاكل.